لدى استقبال سموه لمحافظي المحافظة الجنوبية. وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الوزارات المعنية إلى استكمال العمل في المشروعات التنموية التي تلبي احتياجات أهالي المحافظة الجنوبية من الخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات واستدامتها ويعزز من رفاهية المواطن. وأكد سموه أن مساعي الحكومة متواصلة لضمان حصول كافة مناطق المملكة على نصيبها من المشروعات التنموية التي تغطي كافة الخدمات الأساسية، غايتها في ذلك تحقيق رضا المواطن وكفايته من خلال مواكبة احتياجاته وتلبيتها وفق رؤية تطورية تشمل كافة جوانب الحياة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية وعددا من المسؤولين الذين عرضوا على سموه عددا من المشروعات التنموية التي يجري العمل عليها في المحافظة الجنوبية لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين في مختلف مدن وقرى المحافظة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مسيرة البناء والتنمية الشاملة في المملكة حققت العديد من المنجزات، وأن الحكومة تعمل وفق توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على استكمال هذه المسيرة وتعزيزها عبر توظيف كافة إمكانياتها ومواردها لضمان حصول المواطن على أفضل مستوى من الخدمات. ونوه سموه بما تشهده المحافظة الجنوبية من مشاريع تطويرية أحدثت طفرة ونقلة نوعية في الارتقاء بمقومات الحياة بالمحافظة ووفرت أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا سموه إلى الحراك التنموي الذي تشهده المحافظة في إقامة مشروعات حيوية سياحية وترفيهية تعزز من مكانة المحافظة وتزيد من جاذبيتها كوجهة للاستثمار والعيش. وأثنى سموه على جهود محافظ المحافظة الجنوبية في متابعة المشروعات والخدمات والمرافق والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجميع مدن وقرى المحافظة من خلال التنسيق مع مختلف الجهات لاستكمال المشروعات القائمة وإطلاق مشروعات ومبادرات جديدة تحقق تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم. سيدي صاحب السمو الوالد العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أهالي المحافظة الجنوبية، نود أن نعرب لسموكم ببالغ الاعتزاز عن بالغ فخرنا وتشرفنا بلقاء سموكم الكريم. فأنتم يا سيدي باني نهضة مملكة البحرين الحديثة في جميع الأصعدة والمجالات، إن لقاء سموكم هذا بأبنائكم ما هو إلا دليل لدعم سموكم للتنمية والتقدم والازدهار والنمو في بلادنا، وذلك انطلاقا من رؤيتكم الحكيمة لتحقيق كل ما يسهم في تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين وما يوفر لهم أسباب الرفاه والحياة الكريمة في هذا الوطن العزيز بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه. سيدي صاحب السمو الوالد العزيز، لقد حرصنا في المحافظة الجنوبية ومنذ تولينا المهام والمسؤوليات المناطة بنا في تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة من خلال الزيارات والتواصل والاجتماعات واللقاءات المستمرة والمتواصلة مع أبنائكم المواطنين لرصد ومتابعة تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية ذات الأهمية البالغة والفائدة العامة للمواطنين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة وبالشكل الذي يليق بالمكانة التاريخية الذي تستحقها المحافظة الجنوبية، لتكون نتاج عمل مشترك يصب في مصلحة أهالي المحافظة ويحقق لهم تطلعاتهم
وطموحاتهم في مختلف مدن وقرى المحافظة، والتي يحذون الشرف اليوم في عرضها وتقديمها لمقام سموكم الكريم للاستنارة بتوجيهاتكم وأوامركم السديدة. سيدي، لقد عملنا في المحافظة الجنوبية مع مديرية شرطة المحافظة وبلدية هذه المنطقة في إطار مشترك وبجهود عمل واحدة نحو رؤية واضحة المعالم غايتها تنفيذ توجيهات سموكم حفظكم الله ورعاكم لتحقيق التنمية المستدامة التي تصب في مصلحة المواطنين وأهالي المحافظة الجنوبية، لتظل وتستمر عجلة التنمية بدعم ورعاية سموكم حفظكم الله ماضية نحو خطوات واعدة للمحافظة على المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تحققت. وفي الختام، نتشرف بأن نقف أمام سموكم شاكرين ومقدرين، معاني الولاء والإخلاص والاحترام، نستنير بتوجيهات سموكم، فأنتم يا سيدي تظلون دوما وأبدا عنوان الفخر والاعتزاز ورمزا شامخا للعطاء والإنجاز لنا وللمحافظة الجنوبية ولمملكة البحرين قاطبة. داعين الله العلي القدير أن يحفظ سموكم ويرعاكم وأن يمدكم بالصحة والعافية وطول العمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد استمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى عرض قدمه سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية حول مراحل تنفيذ المشروعات الخدمية في المحافظة الجنوبية وما يتم إنجازه من مشروعات في قطاعات تطوير البنية التحتية والمرافق الإسكانية والصحية والتعليمية والمشروعات المستقبلية المخطط تنفيذها في المحافظة. ووجه سموه الوزراء المعنيين في الوزارات الخدمية إلى تسريع وتيرة الإنجاز في هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المعدة لذلك، حتى يرى المواطن أثرها في تحسين وتطوير جودة ما توفره الحكومة من خدمات لمواطنيها.